Tunisia! Human rights for 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 Tunisia! Justice, justice for Tunisia! Justice, justice for Tunisia! Human rights for Tunisia! Human rights for Tunisia! لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام لا يهان شعب تونس لا يهان التشغيل استحقاق التشغيل استحقاق يا عصابة السراق التشغيل استحقاق التشغيل استحقاق يا عصابة السراق يا عصابة السراق تونس حرة تونس حرة دم الشعب يا سراقة احنا توانسة جينا اليوم امام سفارة تونس في لندن لمساندة اخواننا في سيدي بوزيد وفي كامل الجمهورية اللي قاعدين يعانوا من القمع بتاع سياسة بن علي والميليشيات اللي تخدم معاه. الشعب التونسي قاعد يعاني في الوقت هذا، فنحن جينا اليوم ما كنتش وحدكم، وراهم حتى توانسة اللي موجودين في الخارج معناتها لهنا باش يساندوكم. كلمة واحدة معناتها بن علي رانا ملينا منك ويزي معناتها فوق. نحن المهجرون التونسيون معتصمون اليوم تضامنا مع شعبنا وأهلنا في تونس. نعرف يعني قبلكم عشنا التعذيب وعشنا التجويع وجردنا ظلم السلطة في بلادنا، ونقول لكم لستم وحدكم، نحن معكم، نحن نشد على أيديكم وندعوكم إلى أن تواصلوا اعتصاماتكم، إلى أن تواصلوا تحركاتكم من أجل أن تنتصروا على هذه التهمة الفاسدة التي سرقت ونهبت أموال بلادنا. لا تتراجعوا، لأن في تراجعكم انتكاسة لوضع حقوق الإنسان بصورة عامة في تونس. إلى الأمام، نحن معكم، نشد على أيديكم، وبإذن الله سننتصر جميعا على هذه التهمة الفاسدة. هذا التجمع الاحتجاجي هو مشاركة من جلة من أبناء تونس المهاجرة في لندن وبناتها وأطفالها في
ما يعانيه شعب تونس، بل في ما يخوضه من معركة، معركة بقاء ووجود، معركة حرية، لرسالة واضحة أن تونس بكل فئاتها المهاجرة والمقيمة، الكبار والصغار، الرجال والنساء، بصوت واحد يقول، يهتفون هذه الهتافات أن الحق، أن حق التشغيل مقدس، يهتفون ضد العصابة المتسلطة على هذا الشعب، يهتفون بحرية تونس وبكرامتها، والذين يقولون بأن هذا استغلال سياسي، هذا معنى مواصلة في التضليل، فليس هناك حزب وليس هناك هيئة محددة وراء هذا التحرك، وإنما هو الشعب التونسي بكل فئاته في الداخل والخارج، في سيدي بوزيد وفي سليانة وفي تطاوين وفي الحامة وفي كل البلاد، يتحرك حركة واحدة، يهتف نفس الهتافات، في الحق في الكرامة، الحق في التشغيل، لا للإهانة، لا للإذلال، لا للتعذيب، لا لاحتكار السلطة، لا لعصابات السوء. وهذا النظام، هذه السياسات التي متبعة اليوم قد استبيحت، والشعب داس عليها بالأقدام، ولم يبقى مسألة وقت. هذا النظام لا يمكن أن يستمر، لا يمكن لهذه السياسات أن تستمر، لابد للحق أن ينتصر، لابد للظلم أن ينجلي. ولقد قام اتحاد الشغل، وقام اتحاد المحامين، وقام الرجال والنساء، قاموا ولا يزالوا يقومون بالخطوات الضرورية لاستكمال استقلال تونس وتحرير تونس من هذا الظلم ومن هذا الاستبداد اللي هو فوق استبداد الاستعمار. لقد سرقت في عروقنا الدماء، نموت نموت يحيى الوطن. ليش تجد عندي ما تجد بصفر أنت؟